السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في اخر حلقه من التريننج كورس فيم باك اب اند ريبليكيشن فيرجن 9. اخر حلقه يعني، وان شاء الله مش تبقى حلقه طويله، هي موضوع نظري يعني. هعرف حضراتكم بشويه مصادر كده تقدروا منها تشوفوا معلومات اكتر عن فيم. هم مش كتير يعني، هم كلهم من الويب سايت بتاع فيم. طيب احنا الحمد لله خلصنا كل الموضوعات، ودلوقتي الدور على ال help resources. طيب خلونا في الاول، انا حاسس ان هو فيديو عشوائي شوي، ما علينا. نتكلم على ال certifications من فيم. فيم زي فيندورز كتير ليها certifications، بس اول شهادة ظهرت ليها، انا الحقيقة مش متأكد قوي هي ظهرت أولها سنة كام. تقريبا هي ظهرت في 2015 أو آخر 2014 لو أنا مش غلطان. سيرتيفيكيشن اسمها VMCE، زي ما حضرتكم شايفين، VM Certified Engineer على البرودكت بتاعتها، باك اب اند ريبليكيشن، على الأي هي بتكون على الأفيلابيلتي سويت عموما يعني. لكن الحقيقة هي يعني ملهاش أي 30 لازمة، وخصوصا ان الريكويرمنتس بتاعتها يعني هم شايفين نفسهم في موير شويه، فبيقول لك برضه لازم تحضر الاوفيشال تريننج كورس الاول وبعد كده تخش تمتحن، وكلها فلوس برضه، فلوس كتير يعني. اللي ممكن انه يحتاج انه ياخدها او يضطر انه ياخدها السيلز بقى، يعني السيلز انجينير بقى اللي بيبيع فيم، مش لازم علشان يتعلم من الكورس حاجة، بس علشان بيبقى فيه حاجة اسمها competencies يعني، أو يعني بيكون فيه متطلبات من البارتنرز لفيم اللي بيبيعوا الفيم، إن هو لازم يحقق مستوى معين من النولج في الفيم علشان يقدر يبيع، أو يعني خلينا نقول يقدر ياخد ديسكاونت كويس وكده. شركات كتير جدا أو تقريبا معظم، ما كانش كل الفيندورز الاي تي فيندورز بيعملوا القصة دي. تمام. انا اول ما سمعت عن الكلام ده كان في بري سيلز انجينير من فيم كان بيديني تريننج، وانا سالته دلوقتي احنا مطلوب بقى ان احنا ناخد الكورس ده، فقال لي والله بص، لو انت بتبيع مبيعات يعني كبيره قوي ومقطع الدنيا مبيعات، ابقى خد الكورس، غير كده ما انت مش محتاجه، وبالتالي يعني الاند يوزر مش محتاجه خالص خالص. بس يعني حبيت اجيب سيرتها، لكن ده طبعا رأيي أنا يعني فيها، وكل واحد طبعا حر يعني في رأيه. لكن أنا عايز أقول، بدل ما نحط فلوس قد كده هنا علشان ناخد تريننج كورس، حطهم في في ام وير مثلا، حطهم في مايكروسوفت، أي حاجة تانية هتعود عليك فعلا بالنفع. تريننج كورس ده مش هيعود عليك بالنفع في حاجة غير بس يعني هي مجرد سيرتيفيكت وخسارة فيها من وجهة نظري الفلوس دلوقتي يعني. طيب على كل حال، الهيلب ريسورسز بتاعت فيم، وانا مش شايف ان انا كاتب كلام كتير هنا، بس ما علينا. فيم عندهم زي النولج بيس ويب سايت، او زي التكنيك بتاعت مايكروسوفت كده، عندهم نولج بيس قويه جدا اسمها فيم هيلب سنتر. اوكي، اليو ار ال بتاعتها helpcenter.vim.com، هي بالظبط يعني ايه، هو ده كده الويب سايت، دي اليو ار ال، خدوا بس كده ايه لغايه دوت كوم. فيها كل الريسورسز، كل اليوزر جايدز اللي انتم محتاجينها موجوده باكتر من فورمات. تمام. في حاجات كتير قوي قوي يعني. في هنلاقي بقى ايه الفيم سبورت كي بي اهي، نولج بيس بقى عشان نشوف الايرورز والحاجات اللي زي كده، زي الكي بي بتاع، شبيهه بالكي بي بتاعت في ام اي، برضه قويه قوي قوي قوي. الهيلب سنتر الحقيقه قوي جدا يعني حاجه زي اليوزر جايد، ممكن ننزله بي دي اف او نفتحه اتش تي ام ال، هيبقى بالمنظر ده كده، معلومات كتير. واللطيف في الموضوع ان هو فيه صور يعني، انا بشوف انه حتى احسن من في ام وير شويه، في انه فيه صور. في ام وير تقريبا منعدمه الصور خالص، فانت ما تبقاش عارف هو بالظبط بيتكلم على ايه. تمام. بس كل التوبكس هنا متغطيه، بيتكلموا على كل حاجة بالتفصيل الممل. تمام. هو نفس الجايد، البي دي اف بتاعه
بالشكل ده، جايد قوي جدا 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 جدا. وخصوصا بقى لو بص مثلا على يعني مثلا السيستم ريكويرمنتس، مثلا هتلاقي ان السيستم ريكويرمنتس ليها جايد هنا. بصوا بقى، بصوا الجايد ده كل حاجة بقى. الفيرتشوال انفراستراكشر، ايه الانفراستراكشر بلاتفورمز اللي سبورتد، تمام. الفيرتشوال ماشينز داتا عنها، الفي سنتر بالاديشنز، وحتى الكومبوننتس بقى، اهي بقى السيستم ريكويرمنتس بقى للانستليشن بتاعت السيرفر نفسه. هنلاقي هنا بقى بالتفصيل بقى الباك اب سيرفر. الكلام ده مهم قوي لان انا بصيت هنا على حاجات ووقعت مني حاجات تحديدا في الفيديو بتاع الابلكيشن. يعني الباك اب سيرفر، ادي كل الريكويرمنتس بتاعته، ويخش بعد بقى كل كومبوننت. يعني ادي الريبليكيشن، ادي الكونسول نفسه بقى، الكونسول نفسه اللي احنا بنأكسس منه. ادي البروكسي، ادي الباك اب ريبوزيتوري، وادي السيستم ريكويرمنتس بتاعته، تمام. ادي الوان اكسلريتور والسيستم ريكويرمنتس، تمام. يعني بس جايد قوي جدا، ده 1000 وشوية صفحة كافيين كده، حوالي 1000 صفحة، 15 ميجا. هو المفروض اللي انا عارفه ان نفس الداتا اللي هنا هي اللي موجودة في الاونلاين، فلو ده مش متوفر ده متوفر، وبرضه ده يعني جوه صور لطيفة قوي الحقيقة. يعني فيم على اليوتيوب ما عنديش فكرة قوي، يعني ما عنديش فكرة قوي منتشر ليه فيديوهات ولا لا، ما مش انا مش متأكد يعني. ما علينا من الحاجات اللي انا بفتحها دي، تمام. طيب بالنسبة للليميتيشنز، انا مش عارف، انا مش عامل سلايد للليميتيشنز. والله هو برودكت قوي جدا، لكن ليه وعليه طبعا، وليه منافسين اقوياء في السوق، لكن الحقيقة هو زي ما قلنا كده، هو في المرتبة الاولى في الفيرتشواليزيشن. واظن انا اثبتت لحضراتكم عمليا ازاي تباك اب وازاي تريستور في منتهى السهوله من غير ايجنت، كانه ايجنتلس. من مشاكل الايجنت اللي انا نسيت ان انا اتكلم عليها، هو الايجنت نفسه، ما هو سوفت وير لو هنج خلاص، لا هتعرف تسحب ولا هتعرف تريستور، تسحب باك اب يعني. من ضمن الليميتيشنز اللي يعني بينتقدوا فيها فيم، بيقول لك هو ملوش دعوه بالفيزيكال، ما بيقدرش باك اب فيزيكال، ده عيب. لما نيجي بقى نتكلم على انفايرمنت ولسه فيها اجهزه فيزيكال، يعني سيرفرات فيزيكال، ومش من السهل انها تتحول من فيزيكال لفيرتشوال، فهتفضل فيزيكال على طول. في الحاله اللي زي كده اكيد منطقي ان انا اشتري سوليوشن واحد يعمل كل حاجه. يعني اروح مثلا فيريتاس برودكت قوي جدا، بغض النظر عن ايه عيوبه، لكن قوي جدا جدا يعني. و بي باك اب فيرتشوال وبي باك اب فيزيكال. اي نعم، بي باك اب الفيرتشوال بايجنت، بس هو بي باك اب يعني برضه موجود. فبيقولوا ان يا اخي ده يعني فيريتاس دي شركه قديمه جدا جدا، ويعني اقدم بكتير جدا من فيم. هتيجي فيم ايه جنب فيريتاس؟ لا معلش يعني، ما هو فيريتاس من يعني فيم من يومها وهي على الفيرشواليزيشن، بتركز بس على الفيرشواليزيشن. فيريتاس من يومها وهي فيزيكال، فهي يعني هي وكل كل السوليوشنز اللي في السوق من يومها وهي على الفيزيكال، وبتروح سنه سنه للفيرشوال. هل في يوم من الايام فيريتاس هيبقى برضه ايجنتلس؟ والله ممكن وجايز اكيد يعني. من عيوب فيم زي ما بنقول ان هو ما فيهوش باك اب للاند بوينتس، الفيزيكال اند بوينتس. يعني انا لو عايز، لو انا عندي في دي اي خلاص انا قشطه انا تمام، لكن لو انا عندي فيزيكال ديسك توبس وعايز اعمل لهم باك اب، هيبقى فيريتاس. فيم بي باك اب، فيم ممكن ان هو يباك اب على فكره فيزيكال ديسك توب، وفيم ممكن يباك اب فيزيكال سيرفرز. فيم عندها برنامج صغير كده لو ما تعرفوش، اسمه فيم اند بوينت بروتكشن، فيم اند بوينت بروتكشن. تقريبا ده كان اسمه فيم اند بوينت بروتكشن، تقريبا كده ده اسمه، فيم اند بوينت باك اب فري ده اسمه.
هو فري فعلا، وانا كنت بحاول اجرب يعني من فتره كده، كنت بجرب ان انا اباك اب بيه اللابتوب اللي انا بسجل منه ده، في تماما. فاحنا ممكن اللطيف بقى يعني ان الاند بوينت، الاند بوينت باك اب الفري سوليوشن ده او الفري ابلكيشن دي ممكن ينتجريت مع الفيم سيرفر. يعني حضرتك ممكن تعمل انتجريشن ما بين الديسك، الفيزيكال ديسك توبس او الفيزيكال سيرفرز اللي عندك مع الفيم سيرفر، والفيم سيرفر يقدر يسحب باك ابس عادي خالص. مش متاكد هقدر اريستور برضو من الفيم سيرفر ولا لا، بس على الاقل بيه باك اب. يعني ميكانيزم الريستور عامل ازاي للفيزيكال اند بوينتس انا مش متاكد منه الحقيقه يعني. بس عيبه الوحيد انه فري. هتقولي لي يعني ازاي عيب؟ ده مصلحه. لا، ما هو حضرتك اللي فري ملوش سبورت. يعني هو فري بس ملوش سبورت. يعني يوم ما يحصل مشكله تروح لفيم تقول لهم انا عايز افتح تيكت عشان البرنامج الفري بتاعك ده عمل لي مشكله، يقول لك ما اعرفكش. يعني ما هو منطقي برضه، يعني هو كتر خيره مديهولك ببلاش. روح بقى ايه للفري بقى، ايه للكوميونتي، الكوميونتي فورمز بقى، وابتدي دعبس فيها يعني. بس على الاقل برضه يعني متاح ان انت لسه برضه تقدر، يعني ان انت برضه ممكن تباك اب اند بوينتس. تحصل بقى مشكله ما تحصلش مشكله، ما هي المشاكل بتحصل في اي حاجه وفي اي سولوشن، ومفيش حاجه، مفيش حاجه كامله يعني، وكل سولوشن ليه وعليه طبعا يعني. ايه تاني ليميتيشنز دي؟ كانوا بيشتكوا من ايام فيرجن 7، احنا دلوقتي في فيرجن 9. فيرجن 7 ان انت بتباك اب بالسناب شوت. طب يا عم ما هو السناب شوت دي انت ممكن ما تعرفش تمسحها يعني. تفضل كان في فعلا يعني فعلا كان في مشكله، انا ما مرتش بيها لكن اسمع عنها، ان تاخد الباك اب يعني الفيم بياخد سناب شوت ويسحب الباك اب، وبعدين منطقي بقى انه بعد كده بيبعت اوردر للفي سفير انفايرمنت انها تمسح السناب شوت. كان بيحصل مشاكل وبيبقى فيه باكس والسناب شوت ما بتتمسحش، والسناب شوت تكبر ويجي في الباك اب اللي بعدها ياخد سناب شوت جديده وما يمسحش القديم، وهكذا وهكذا لحد ما الاي 6 اي بيقف. او يعني الفي ام ما بتقومش، بتسسبند وخلاص كده شكرا، تخش بقى مانيوال ولا تمسحها. عالجوا القصه دي من اول فيرجن 8، واسمع ان في فيرجن 9 في مجموعه محاولات، لو انا مش غلطان هم تقريبا اربع محاولات، اربع محاولات السيرفر بيعمل اربع محاولات في ان هو يمسح السناب شوت. لو ما اتمسحتش، لو انت عامل انيبل للنوتيفيكيشنز، للايميل نوتيفيكيشنز، بيبعت لك ايميل بيقول لك خد بالك الفيرتشوال ماشين الفلانيه احنا عجزنا عن اننا نمسح لها السناب شوت. فانت تخش مانيوالي بقى ايه تمسح السناب شوت. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا الكورس كله. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون يعني اديت اداء متواضع يسعد الجميع، وبتمنى ان انا اكون قدرت اوصل المعلومة للكل. بس شاكر لحضرتكم متابعة الكورس كله. وبالنسبة للبرزنتيشن ممكن انزلها بي دي اف ان شاء الله، وهبقى احط ليها URL من دروب بوكس مثلا او حاجه، بحيث ان حضراتكم تقدروا تعملوا لها داونلود. ممكن فعلا احط، انا هعمل كده دلوقتي وهحط اليو ار ال بتاعتها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، وفي في اليوتيوب هتكون موجوده. يعني انا هكتب لحضراتكم هنا الكونتاكت بتاعتي، يعني انا على الفيسبوك اسمي محمد رشدي، عندي بلوج متواضع كده اليو ار ال بتاعته http نقطتين على عرب اي تي تويتر نتوركس ميتلا نتوركس دوت وورد بريس دوت كوم. هحط برضه اليو ار ال بتاعتها في الفيديو. بالنسبه لليوتيوب شانل، لان الفيديو ده متشير يعني، فحضراتكم مش هيبقى ليكم اكسس على اليوتيوب شانل، فهي اليو ار ال بتاعتها اهي. انا ما يتهيليش بقى ان حد هيعرف ينقش من هنا يعني، انا هحاول اوضحها شويه اهي.
وهكتبها برضو في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام، انا شاكر جدا لحضراتكم حسن المشاهدة والاستماع، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات جاية. السلام عليكم.